عمرة القضاء. في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمرة كما وقع في بنود صلح الحديبية وقد مضى عام كامل عليها. سميت هذه العمرة عمرة القضاء والقضية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا في صلح الحديبية على أداء العمرة في العام القادم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من اصحابه من شهد الحديبيه الف واربعمائه الا من مات منهم رضي الله عنهم اجمعين ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستين ناقه وحمل معه السلاح خوفا من غدر قريش وتوجه الى ميقات ذي الحليفه وهو ميقات اهل المدينه احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه بالعمره ثم انطلق الى مكه وهو يلبي ومعه اصحابه يلبون وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ودخل المسجد الحرام من باب بني شيبه بعد فراق لمكه دام سبع سنوات فكان صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه العمره استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن بمحجنه والطبع بثوبه ثم طاف بالبيت سبعه اشواط فلما فرغ من طوافه صلى خلف مقام ابراهيم ركعتين ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه الى المسعى فسعى بين الصفا والمروه على راحلته ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه فنحره ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه الشريف حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه وكذلك فعل اصحابه مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكه ثلاثه ايام كما في بنود صلح الحديبيه ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه لوجود الاصنام والصور فيها كما قال الامام النووي وقال الحافظ في الفتح ويحتمل ان يكون دخول البيت لم يقع في الشرط يوم صلح الحديبيه فلو اراد صلى الله عليه وسلم دخوله لمنعوه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكه بعد ان اقاموا فيها ثلاثه ايام فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منطقه سرف اقام بها